ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسارعا للخيرات، وموضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات بست مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم بالتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة، وده 40، تطبيق على المجتمع، دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112، دول عاملين الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير، دول عاملين جزء ونص. أقول هذا واستغفر الله لك. ما موضوعات الربع الأول؟ موضوعات الربع الأول تعليم مباشر لزي تكون تقي وتقول سمعنا وأطعنا. أول 5 آيات كيف تكون تقي والجزاء. كيف تكون تقي ب5 شروط: وجزاتك لهم أولئك هم المفلحون. ثانيا، لا تكون كافرا. طب ازاي الناس كفرت؟ عملوا معاصي فقلوبهم اطمست، وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ايه جزات الكافر اللي قلبه اطمس دوت؟ لهم عذاب عظيم. النوع الثالث، لا تكون منافقا. طب المنافق بقى منافق ازاي؟ عاوز يخدع الكل، يخادعون الله والذين امنوا، عاوز يكسب الجميع. طب ايه جزاتهم؟ لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. دول الـ3 أصناف ازاي تكون وازاي تعمل. خلاص، بعد كده عندنا 3 حاجات للمنافقين هناخدهم لوحده. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. ما موضوعات الربع الأول في سورة البقرة؟ ده الحلقة الثانية منه. خدنا المنافق ازاي بقى منافق وجزاته. النهاردة هنكتب هنتكلم على 3 حاجات في المنافق: ازاي نحدد المنافق، كيف نتعامل معه ونتكلم معه ازاي، كيف نعالجه، ازاي نعرف المنافق ازاي، بـ3 علامات. اول علامة المعاصي، كل يعمل معاصي وياكل ربا ويعمل كل حاجة وتيجي تنصحه يقول لك المسألة فيها قولين وانا اخدت القول التاني. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، يعني ما تعملوش معاصي، قالوا انما نحن مسلمون. تاني حاجة، كل ما نقول له تصدق، تعالى اتعلم معانا، مستحيل انا مش فاضي. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، يعني نعملوا صالحات زي الناس، قالوا ان امنوا كما امن السفهاء. دول بيضيعوا وقتهم بيضيعوا رزقهم. تالت حاجة، الكذب، دايما بيكذب. خلصنا كده. طب ازاي اتعامل معاه؟ هو في نوعين، نوع ما فيهوش امل ونوع فيه امل. اللي ما فيهوش امل اللي هو المثال الناري، والنوع اللي فيه امل اللي هو المثال المائي. طب كيف نعالجه؟ بـ3 حاجات: بالخوف والمحبة، وفي الربع الجاي هناخد إصلاح العقيدة. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. الشرح التفصيلي للربع الأول من سورة البقرة في من كتاب إتقان تفسير سورة البقرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الربع الأولاني بيتكلم على 3 حاجات: كن متقيا طائعا لله، لا تكن كافرا ولا منافقا. ده هو الربع الأول من كله. طيب، وكل عنوان من دول هنقول كيف أصبح وما جزاؤه. نمسك أول حاجة المتقي. كيف أصبح المتقي متقي وما جزاؤه؟ كيف أصبح الكافر كافر وما جزاؤه؟ كيف أصبح المنافق منافق وما جزاؤه؟ ده موضوعات الربع الأولاني. طيب نبدأ بقى في الأول حاجة. ألف لام ميم دي 3 حروف من حروف أوائل الصور. حروف أوائل الصور إيه معناها وإيه الحكمة منها؟ في بعض الناس يقول لك حروف أوائل الصور دي ملهاش معنى، يقول له أنت كلامك خطأ. حروف أوائل الصور ليها معنى. طب إيه الدليل؟ إن ربنا قال كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. لو حروف أول الصور مش معنى، طب إزاي ربنا عم بتدبر القرآن كله إزاي؟ طب إيه معناها؟ معناها كل حرف بيمثل أسماء الله الحسنى اللي فيها الحرف دوت.
يعني ألف لام ميم فسرها ابن عباس رضي الله عنه أنا الله أعلم. ميم يبقى كل حرف كل اسم من أسماء الله في زي مثلا الرحمن خلاص، فكل حرف من حروف أول السر بيمثل الأسماء الحسنى اللي فيها هذا الحرف. طيب يبقى ده أول حاجة ما معناها، عرفنا ميم ده تفسير السلف له. طيب ايه الحكمة ان ربنا يعمل رمز الاسم من اسماء الله وما يقولش الاسم مباشرة؟ يعني ابن عباس بيقول الف لام ميم دي يعني انا الله اعلم. طب ليه ما قالش ربنا انا الله اعلم وخلاص؟ يعني ليه لماذا الله تعالى يأمرنا ان احنا نقعد نجتهد عشان نعرف الف لام ميم انا الله اعلم؟ لسببين. اول سبب تحدي للعرب، الرمز ده بيتحدى العرب، فدايما يجيب حرف حروف اول السور ويجيب بعديها على طول الكلام على القرآن، كأن القرآن ادي حروف اول السور بتاعتكم وادي القرآن ولو جدعين يعملوا شكله. مين اللي قال الحكمة دي؟ ده الحكمة من جعل حروف أوائل الصور رمز لأسماء الله تعالى الحسنى. طب مين قال الحكمة دي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ما أتت حروف أوائل الصور إلا أتى بعدها القرآن والتحدي إليه. معنا موضوعين جوا بعد القرآن ولكن بطريقة غير مباشرة، زي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، فهو ما اتكلمش عن القرآن بس اتكلم على حاجة تانية، معجزة من معجزات القرآن، إن هو بينبئ بحاجة هتحصل في بضع سنين. وموضوع تاني، المهم حروف أوائل الصور معناها إيه والحكمة منها إيه؟ في حكمة تانية، إيه هي؟ جذب انتباه الرجل العربي. أما تبدأ بحاجة مبهمة الرجل العربي ينكسب لك على طول. إحنا مش عايزين نطول، احنا اهم حاجه عرفها الصور اللي لها معنى، عشان ده افلا يدبرون القران ومعناها اسماء الله الحسنى اللي فيها الحرف دوت، والحكمه منها حكمتين. اول حكمه تحدي للعرب، ادي حروف اوائل الصور ودي الكلام بتاعكم ودي والجدع يجيب شكله. وتاني نقطه اللي هي جذب انتباه العرب اللي بيسمعه. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين، يعني ربنا جعله ما فيهوش شك وجعله هدى للمتقين. طب كيف اكون متقيا لاهتدي وانتفع بهذا الكتاب؟ اما اعمل ست حاجات. اول حاجه الذين يقيمون الصلاه الذين يؤمنون بالغيب، اتعلم اركان الايمان السته، النار والجنه واليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل، اتعلمهم تعليما تفصيليا، واؤمن بالغيب. طب انا خفت من ربنا ما اتعلمت، يبقى اثبت الخوف ده بحاجتين، يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. اصلي خمس فروض وكل صلاه ادعو الله تعالى انه ما يبطش بيا زي ما بطش بالامم السابقه، ده اول حاجه. وبقى مما رزقناهم ينفقون يعني اي خير عندي لازم اطلع منه حاجه لله. دول اول ثلاث شروط، تتعلم الجنة والنار وتثبت العلم ده بالصلاة ودفع الايه الاموال. في ثلاثة كمان، ده من ناحية بقى حاجاتنا اليومية، الاكل والشرب والاسرة والمجتمع والجيش والسياسة، هنعمل ايه؟ والذين يؤمنون بما انزل اليك، لازم تؤمن بكل النبي قاله وتسمعه وتطيعه فورا. وما انزل من قبلك وكل شريعه نزلت قبل كده والقران اقرها بقت شرع لنا. وبالاخره هم يوقنون، ذي ما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره، وهو بيعمل الاعمال الصالحه دي في حياته وبيطيع القران للمسلمين والاحكام اللي جت للامم السابقه، هو بيعمل ده كله ليه؟ وبالاخره هم يوقنون، عنده يقين في الجنة والنار، مش بيعملوا أداء واجب وخلاص.
دول الست شروط. طب ايه جائزتهم؟ لهم جائزتين. الجائزه الاولى اولئك على هدى من ربهم، ربنا هيحطهم على الهدى دايما ويحميهم من اي ضلال. تاني حاجه واولئك هم المفلحون، يعني ما حدش مفلح غيره، هم دول المفلحين فقط لا اي حد، مفيش اي حد مفلح تاني. ده احنا كده خلصنا اول قسم من اقسام سوره البقره، جزاكم الله خير. النوع الثاني من انواع الناس في اول ربع في سوره البقره الكفار. طب الكافر ده بقى كافر ازاي؟ عمل معاصي فختم على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبه. الكافر ده فضل يعمل معاصي 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 لحد ما ختم على قلبه. طب ايه النتيجه؟ النتيجه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. مهما تنصح فيه هو كافر وبيكره الدين وبيكره الاسلام وبيعلن كده. طيب ايه جزاته بقى اللي عمل معاصي واتقفل على قلبه؟ جزتين. دايما المؤمن ليه جايزتين والكافر ليه عقوبتين. العقوبه الاولى ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، ده اول عقوبه. بسبب المعاصي اتختم على قلبه ما بقاش بيسمع نصيحه. لا يسمع الا دعاء ونداء. الكافر وانت بتنصحه مش سامع غير حاجه واحده بس، واحد بيقول له خليك معايا. طب يا ابني لا انا بقول لك اسباب ومبررات. لا يا ما بيفهمش هو الكلام ده كله. من كتر المعاصي ما بيفهمش من كلامك الا دعاء ونداء. طيب ده اول عقوبه. ثاني عقوبه ولهم عذاب عظيم. ليه عذاب كبير جدا عند ربنا؟ طب ليه ربنا بيكلمنا على الكفار واحنا مؤمنين؟ ما عشان احنا ممكن نعمل معاصي نبقى زيهم. هناخده بعد كده في الثلاث نماذج سورة البقرة. ابليس، ابليس ربنا قال له اسجد لادم سجود تحية، ايه اللي حصل؟ ما سجدش وقال انا مش غلطان. دي اكبر مشكلة بقى، ده الذنب ده يطمس على القلب والانسان يبقى كافر على طول. فممكن ذنب يطلعك بالاسلام على طول، ذنب مثلا سبب دي سب الدين ده خلاص بقى مرتد عن الاسلام. طيب ده القسم الثاني. القسم الثالث المنافق. ازاي بقى منافق وايه العقوبتين بتوعه؟ ازاي بقى منافق؟ انه اراد انه يكسب كل الناس، عاوز يكسب النبي ويكسب الكفار. ان النبي كسب انا معاكم، وان الكفار كسبوا انا معاكم. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، يروح الرسول يقول له كده وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هو بيخادع المؤمنين لانه بيروح للكفار يقول لهم برضو كنتوا صح. طب لو الكفار انتصروا الم نمنعكم من المؤمنين؟ احنا معاكم. طب لو محمد انتصر الم نكن معكم؟ معاك. ده المنافق بقى منافق عاوز يكسب الكل مش عاوز يخسر حد. المؤمن يبيع الدنيا كلها عشان خاطر ربه، يغضب ابوه وامه واخواته وعيلته ويغضب الدنيا كلها ويرضي ربه. من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس عنه، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط الناس واسخط من ارضاهم فيه. خلاص الموضوع المنافق بقى منافق لما عايز يراضي الناس. ابو جهل راح لابو طالب فضل وراه لحد ما موت على الكفر. مشكله ابو طالب انه كان عاوز يراضي قومه، اهو خلد في النار. اوعى تراضي حد، اوعى تراضي حد عشان على حساب دينك. ده المنافق بقى منافق. طب المنافق خدم عقوبه، عقوبتي اول عقوبه ايه؟ ختم الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض النفاق ومرض الشهوه ومرض الشك ازدادوا يوم بعد يوم. العقوبه الثانيه ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. كده خلصنا الثلاث اقسام، كل قسم كيف اصبح والجائزتين والعقوبتين بتوعه. جزاكم الله خير.
المنافق خلصناه. طب المنافق ده ايه علامته عشان نعرفه ونمسكه؟ ثلاث علامات. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اول علامة المنافق انه عاشق للمعاصي، بيعمل المعاصي وكل ما تروح تقول له دي معاصي يرد يقول لك المسألة فيها قولين، ويفتح كتب الفقه ويدور على اي قول شاذ عشان يعمل الحرام، ويعمل حيل عشان يرتكب الحرام. واما تقول له إن ده فساد، ده تفسد الارض، يرد يقول لك انما نحن مصلحون، لا احنا مصلحين. ده المنافقين بتاعت الايام دي بقى مش بيعملوا كده، بيدوروش، يقول لك ربا البنوك حلال كده. يعني المنافقين اللي قبل كده كان بيدور على اي قول الان للعلم، لكن دلوقتي علن. تاني علامة من علامات انه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. طب الناس كانوا بيؤمنوا ازاي؟ كانوا بينفذوا سورة العصر. كل مسلم كان بينفذ سورة العصر. طب سورة العصر ديت كانت بيعمل ايه؟ اولا كان بيتعلم. والعصر ان الانسان الا فينا امنوا، يعني اتعلم وعملوا الصالحات واللي اتعلموه يعملوا بيه، وتواصوا بالحق يبلغوه، وتواصوا بالصبر يستمروا على كده. المنافق بقى تقول له تعالى احضر درس علم، ابدا ما يحضرش دروس علم ابدا، ابعد حاجه عنه دروس العلم، يقول لك انا مقيدات، انا سن كبير، انا عارف كل حاجه، وانا لسه هتعلم، ما خلصنا الحمد لله. اول القران كله بيتكلم عن المنافقين، ولكن لا يعلمون لا يفقهون، لا يعلمون لا يفقهون. وساعه العمل ما يعملش طاعات ولا يتصدق ويتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما، لا علم ولا عمل ولا دعوه ولا صبر. فالمسلمين اللي هو بيحضرش دروس العلم وما بيتصدقش يقولوا له ايه؟ امنوا كما امن الناس، احضر دروس زي الناس ما بتعمل عشان تتنجو. يرد يقول لهم ايه بقى؟ أنؤمن كما امن السفهاء. هو شايف كل مسلم بيتعلم ويعمل ويبلغ سفيه، بيضيع فلوسه وبيضيع وقته في الدين، والمفروض انه يشتغل للنهار. اي حاجه ما بتجيبش فلوس يبقى انت سفيه على طول. المنافق عاوزك تشتغل للنهار تلم فلوس. طب طلعت وقت في سبيل الله؟ ابدا، ده سفاهه، المفروض تحوش معاك فلوس يعني. انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا الا انهم هم السفهاء، ليه هم سفهاء؟ لانهم ما عملوش حسنات وجروا ورا الدنيا، والدنيا كده كده ملعونه ملعون ما فيها، ولكن لا يعلم. طيب اخر حاجه بقى الكذب. واذا لقوا الذين واذا لقوكم قالوا امنا، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم. مين الشياطين هم دول؟ المنافق ده، في منافق كان من اهل المدينه، في الشيطان بتاعه كان ابي بن سلول اللي هو الكبير كبير المنافقين، وكان في مجموعه من اليهود اسلموا، فكانوا بيقعدوا مع اما يروحوا بالليل يقعدوا مع الاحبار، فكانوا برضو بيكلموهم، فشياطينهم يا اما احبار اليهود لليهود اللي اسلموا، يا اما المنافقين بيروحوا لعبد الله بن ابي بن سلول. قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فهو ده الكذب، هو ده الايه؟ الكذب. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم يعني كبرائهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ به. ليه؟ هم مفكرين محدش يعرف عنهم حاجه، ولكن في الحقيقه ربنا بيفضحهم ويبين كل حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يبقى في الدنيا ربنا بيفضحهم، وفي الآخرة ربنا بيديهم نور فيفرحوا به، فيفضلوا ماشيين بالنور بتاعهم ويوصلوا الحوض، يجوا يشربوا من الحوض الملائكة تطردهم. يعني ربنا يعشمهم يعشمهم وخلاص هيشربوا الميه ملكه تطردهم. فالرسول يقول امتي امتي، دول عندهم نور. فيقول له انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا.
وراح على الصراط ولقى الصراط في نقطة الدنيا ظلمة لازم نور، يروح ربنا مطفي نور وهم على الصراط. فدايما زي ما هم كانوا دايما بيبنونا ان احنا معاهم وفي الاخر يسيبونا ويهربوا، برضك ربنا بيمنيهم ان احنا ان هم معانا وساعة الجد يسيبهم ايه يتدمروا. طيب ان يؤشد ان انا يقولي ما فيش مية ما شوفهاش، ولا اكون عطشان المية قدامي؟ ان يؤشد اكون عطشان المية قدامي اكون متعشم فيها. دول التلات علامات اللي نعرف بيهم المنافق، دايما بيعمل معاصي وبيجادل فيها، مش يعمل معاصي بس، ودايما بيمتنع عن العلم والعمل والصدقة ويجادل ويشتم اللي بيعمل كده، ودايما بيكذب ويعلن كذبه. دول التلات علامات نعرف بيهم الايه الشخص. بعد كده عاوزين نعرف بقى المثال المائي والمالي. جزاك الله خير. ده شرح تفصيلي للمثال المائي والمثال النالي اللي موجودين في سورة البقرة. قلنا سورة الربع الاولاني بيتكلم مطلوب منك تكون مؤمن، ما تكونش كافر ولا منافق. والتلات اصناف دول اتكلمنا ازاي تبقى الصنف دوت وايه جزائك. طب نتكلم بقى المنافق عن زاوية تلات حاجات. ازاي تحدد الشخص المنافق؟ ايه نوعية الكلام اللي هتتكلمها معاه؟ وازاي تعالجه؟ ازاي تحدد الشخص المنافق؟ بتلات علامات. تلاقي دايما بيعمل معاصي. طب ما كنا بنعمل معاصي. لا، ده بيعمل معاصي، ولما تقول له انت بتعمل معاصي لا تفسده في الارض يرد يقول لك ايه؟ انما نحن مصلحون. تقول له امنوا بما كما امن الناس. يعني ايه امنوا كما امن الناس؟ يعني اعمل سورة العصر. كل الناس المسلمين بيعملوا سورة العصر. اعمل انت سورة العصر، اتعلم واعمل وادعو الى الله واستمر على كده. امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. يقول لك يعني انا اضيع وقتي راح اتعلم، واضيع وقتي ان انا وضع فلوسي على اتصدق بيها. امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. بيعتقد ان كل شخص بيتعلم علم شرعي وبيبلغه وبيعمل عمل صالح وبيتصدق ومستمر على كده، الراجل ده سفيه بيضيع فلوسه على الفاضي ووقته على الفاضي. تبص تلاقيه مستحيل يحضر درس علم، مستحيل. يقول لك انا من قيادات. طب هو القائد ما يحضرش درس علم؟ يقول لك السن. هو الرسول لحد عنده 60 سنه كان معاه جبريل بيعلم. ثالث علامه الكذب. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. طيب كده عرفنا الشخص. طب هنتعامل معاه ازاي؟ الشخص ده نوع من اثنين، يا اما شخص ميؤوس منه وده مضروب له المثال الناري فهننصحه واحنا متوقعين ومش هيقبل ولا كلمه لانه بيكرهنا، بيكره الاسلام، بيكره القران. وشخص ثاني متردد، احيانا يحب الاسلام واحيانا يكره الاسلام. طب ناخد اول مثال للشخص اللي بيكرهنا وصعب جدا يسمع مننا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل المنافق اللي بيكره الاسلام وبيحاربه زي واحد ماشي في الصحراء. الراجل ده الديابة هجمت عليه والبرد هجم عليه ومش عارف السك، عاوز يحل التلات مشاكل دول حلهم في حاجة واحدة، ان ربنا يرزقه بنار. لو رزقه بنار الديابة مش هتقرب منه وهيعرف الطريق ماشي فيه صح ولا غلط والبرد هيبعد عنه. رفع ايديه في السماء وقعد يقول اللهم ارزقني نار، اللهم ارزقني نار. يعني استوقد نارا، يعني طلب نار عشان يحمي نفسه من تلات اعداء. فربنا بعت له شخص عدى عليه واداله النار وقال له خد بالك النار دي بتدفي وبتبعد الديابه وبتعرفك السكه، ولكن لازم تحترمها وتدي لها الوقود بتاعها. ما اديتلهاش الوقود هتتمنع عنك وتبقى ضرر ليك. فهو في البداية راح جاب خشب وحطب وعمل دايرة حواليه وولعها نار واهتم بالنار والنار ولعت. ولكن بعد كده نام ومشى بقى على الشهوة، شهوة الراحة. فالنار دي الخشب خلاص تاكل، راحت النار نورها اتطفى وفضل الخشب محمر ومليان حرارة. فجأة البرد رجع له وفجأة الديابة قربت منه، فقام بسرعة عشان ينقذ النار اللي ضاعت.
بقى يدوس على الخشب المحمر اللي مليان حراره يحرق رجليه. فقال انا مشاكلي كلها بقى في النار دي. واحد يلعن في النار ويشتم في النار ويحارب ويقول يا ريتني ما خدت النار ولا شفتها. ما انت اللي غلطان. لا مش غلطان. ده بالظبط مثال المنافق. المنافق ده كان عايش والناس كلها بتسرق فلوسه وبتتعارك معاه وبتهينه وبتغتابه. فضل يدعي ربنا ان ربنا ينزل قرآن، فالقرآن ده ينور الدنيا والناس تبطل تاكل حق بعض وتبطل تشتم بعض. فضل يدعي ربنا يدعي ربنا واستوقظ نارا اللي هو القرآن. فلما أضاءت ما حوله نزل القرآن ونور كل حتة، وكله امتنع عن الشتيمة وامتنع عن الزنا وامتنع عن شرب الخمر وامتنع عن أكل الميسر، والفلوس اللي هو كان سلفها بالربا رجحها برأس مالها بس. والستات بقت عفيفات والستات بتعزى وأزواجهم خلاص. القرآن جهز بكل الناس فرح جدا. بس الرسول قال له خد بالك القرآن ده عشان يفضل معاك والإيمان ما يضيعش من قلبك لازم تعمل أربع حاجات: علم، عمل، دعوة، صبر. غير كده إن الإنسان لا في خسر. لو ما عملتش كده القرآن هيضيع منك. هو ما راحش دروس علم، وساعة تبليغ ما بلغش، وساعة العمل ما عملش، ما عملتش أي حاجة، نكسل بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيدوب في القلب كما يدوب الثوب. فإيه اللي حصل؟ انطفى مخافة الله ومحبته من قلبه، وبقى عايش يلم فلوس ويعمل محرمات. كل شوية يلاقي القرآن بيتكلم على أكل وربا فأذنه بحرب من الله ورسوله، يكره القرآن لأنه لقى القرآن بيمنعه من الشهوات. والقرآن بيصف حاله: وإذا قيل لهم آمنوا يقولوا نؤمن كما آمن السفهاء. كل حاجة بيقولها القرآن بيفضحه. فكره القرآن وكره النبي وكره المسلمين، صم بكم عمي فهم لا يرجعوا. ده المنافق. القرآن بقى بيلسوعه، والقرآن بقى بيحرقه، والقرآن منع عنه شهوته، وشايف إن دوت ضره، فبالتالي كره جدا الإسلام. وده مستحيل توصل مع الحل. انت هتكلمه من باب إقامة الحجة. جزاكم الله خيرا بمثال الدالي. ما تفسير المثال المائي في أول ربع من سورة البقرة؟ المثال المائي ده بيوضح لنا حال المنافق المتردد. المثال المائي يوضح لنا حال المنافق الكاره للإسلام اللي مش ممكن أبدا أبدا يستقبل يفهم آية ولا حديث ولا أي حاجة. حياته كلها ازاي يحارب الاسلام. النهارده بقى نتكلم على المنافق التاني اللي هو المنافق المائي المتردد. المنافق ده بيعمل ايه بقى المتردد؟ او كصيب من السماء. احنا ضربنا مثال القرآن نارا، هناخده مثال تاني للقرآن اللي هو كصيب من السماء، زي مطر نازل بالسماء. يعني ايه؟ يعني مثل القرآن اللي نزل على المنافق المتردد ده زي مثل واحد عرباوي عنده اغنام وعنده اسره وعايش في الصحراء بيرعى وعايش على الرعي، وفجاه الامطار وقفت والاعشاب وقفت والبير اللي فيه الميه خلص. فاهم الجفاف كده؟ لو ما جالوش ميه الحيوانات هتموت، والولية هترجع لاهلها وتتطلق، وعيالها هيموتوا، وهو هيبقى اتدمر. رفع ايديه في السماء وقال يا رب نفسي في مطر، يا رب اديني مطر، يا رب هيتخرب بيتي، يا رب بيتي هيضيع. فربنا نزل له صيب من السماء. يبقى واحد استوقد نارا والتاني طلب صيب من السماء. صيب يعني امطار غزيره. اوقى صيب من السماء. طيب الصيب ده عشان ينزل لازم ليه ثلاث شروط. المطر عشان ينزل ليه ثلاث شروط. اول شرط الدنيا يكون بالليل، عشان طول ما الشمس حر المطر هيفضل خفيف، السحاب مش هينزل مطر، ولو نزل نقط يبقى نقط. فدايما الشتاء الغزير في غياب الشمس عشان الدنيا تبقى برد. بعد ما الدنيا تبقى ظلمات ايه اللي يحصل؟
يحصل السحاب يتقل فيبدأ يخبط في بعضه. أما يخبط في بعضه أول حاجة بيطلعها برق نور كده بيطلع، بعديه في رعد. من غير الثلاثة دول مستحيل المطر ينزل، لو السحاب ما اتخبطش مش هينزل أمطار. فمفروض إن هو أما يسمع البرق والرعد والظلمات يفرح يقول دي أسباب المطر. هو بقى إنسان جاهل، أول ما يلاقي البرق ينور والأمطار نازلة سيول 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 يفرح جدا ويمشي يقول الحمد لله المطر جا والأبار اتملت والحمد لله دخيل. طيب أول ما يسمع صوت الرعد ويسمع وتيجي الظلمات وما يعرفش ويخاف يقف على الكعب يقعد يشتم المطر، الله يخرب بيت المطر، الله يخرب بيت جبنا المطر، يبقى كاره المطر ده. يجي البرق يحب المطر، تيجي الظلمات يكره المطر، فهو متردد ساعة يحب وساعة يكره. فإيه الراجل دوت؟ ده منافق. ده إيه؟ منافق. ربنا قال عليه في الآيات ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني ناحية واحدة، إن أصابه خير اطمأن به، طب وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. الخير يقول الإسلام ده كويس، فتنة ابن يموت الولاد تطلق ناس ينصبوا عليه يقول الإسلام ده فقر، لو أنا مش مسلم ما كنتش هصدق، يا ريتني كنت يهودي يكون معايا فلوس. ده منافق على طول. ده المشبه اللي جات في الآية. طب ده شبه مين بقى في الواقع؟ المنافق ده كان قاعد ساكن في المدينة، وهو ساكن في المدينة الناس سرقت المراعي بتاعته والناس نصبت عليه وهددوه وكل يوم معارك بين القبائل وكل يوم يموت له حد، فعايش في خوف ورعب وجوع وفقر وكل البلاء. فرفع ايديه وقعد يقول يا رب ادينا صيب، يا رب ادينا قرآن، يا رب ادينا قرآن شرع ودين ودولة يحمينا. فربنا نزل له القرآن اللي هو عامل زي المية ده. بس القرآن ده عشان ينزل لازم معاه ثلاث حاجات، عشان القرآن يخش قلب عبد لازم ثلاث حاجات. اول حاجة منه برق، انه يعلم الناس امور دينهم ويوري لهم الحقيقة. بس الناس هيشوفوا الحقيقة، يعني حقيقة ان الربا حرام، حقيقة ان المفروض الواحد يخلف عيال ياما، حقيقة ان الصلاة واجبة، دي حقيقة. بس مش الناس بقى عشان يتقبلوها صعب. فلازم بعد البرق ده يجي رعد على طول، على طول يجي رعد. يعني ايه رعد؟ تيجي آية تخوف. ربنا يؤمر بالحاجة ويرعب اللي ما عملش كده. مثلا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلازم البرق العلم بعديه رعد عشان يخش الناس تخاف وتسمع الكلام. طب بعد ما الإنسان ياخد كمية كويسة يبدأ ربنا يختبر إيمانه. لازم ظلمات اختبارات. فالقرآن لازم أحكام اللي هي البرق وآيات بتخوف اللي هي الرعد، وبعد كده ظلمات اختبارات تختبر المؤمن. زي إيه الظلمات دي؟ قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا دي والشجرة الملعونة كانوا فتنة وبلاء. ليه؟ أما ربنا يتكلم على شجرة الزقوم يقول عليها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فالناس اختبار. ربنا بيقول لهم شجرة في الجحيم في النار، ما هي الشجرة في النار هتتحرق؟ لا، ربنا بيقول لك شجرة في النار مش بتتحرق وبتطلع الثمار بتاعتها، والثمار دي قبيحة من ثمار رؤوس الشياطين، واللي يأكلها تغلي المهل يغلي في البطون، العصير بتاعها أول ما ينزل يغلي في بطن الإنسان. اللي تربى صح على الايمان عيون سمعنا وقطعنا، وفعلا احنا في شجرة زقوم انا مؤمن بيه. اللي تربى غلط والرعد والبرق ما اثروش معاه، ايه اللي يحصل؟ ينكروا يقولوا ازاي شجرة في اصل الجحيم.
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة اللي هي شجرة الزقوم. من البلاء برضك الرؤيا التي أريناك. إيه الرؤيا التي أريناك؟ اللي هي رحلة الإسراء والمعراج. راح النبي قال لهم ده أنا رحت القدس وصلعت 7 سماوات كل دوت في نفس الليل. المؤمن زي أبو بكر قال سمعنا وأطعنا. طب اللي مش مؤمن إيه اللي يحصل؟ يقول إيه ده؟ إزاي يعني يروح؟ يبدأ يكذب. دي من الظلمات تحويل القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الصادق والكاذب. هتقول النسخ دي كلها ظلمات. طيب أما جت الظلمات والبرق والرعد على المنافق ده إيه اللي حصل؟ أما تيجي المنافق يلاقي برق ويلاقي أحكام شرعية حكيمة وبتقول لي إن أنت صدقوا على أخيكم واحموا أخيكم وجوزوا أخيكم ما تاخدوش مهر منه ياما وأنتوا طلعوا أخيكم ما تزعلوش منه وبيعوا ويسروا على الناس وسلفوا الناس. يسمع الكلام ده مشوا فيه يقول ده دين حلو جدا كلما أضاء لهم مشوا. طب وقت بقى الظلمات ادفع فلوس في رحلة إسراء والمعراج الشجرة بتنبت في النار وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ربنا هو اللي قدر الظلمات دي عشان يعرف ويميز الناس عن بعض يعلم علم يحاسبهم عليه. ده المثال النمائي الموجود في سورة البقرة. جزاكم الله خير. احنا دلوقت مع القسم الثالث للمنافقين خدنا ازاي بقى المنافقين وايه العقوبتين بتوعهم وخدنا ازاي نعرف المنافق ونحط ايدينا عليه وعرفنا انواع المنافق. المنافق اللي هننصحه واحنا عندنا رغبة في هدايته المنافق ننصحه عارفينه مش على ربنا مش هيديه. هنتكلم بقى على الثالث. ايه الثالث؟ ما علاج النفاق. نعالج امراض النفاق اللي عندنا ولا عندنا جزء من النفاق ونعالج المنافقين اللي قدامنا. نعالجهم ازاي؟ بثلاث حاجات. اول حاجة نخوفهم من ربنا. تاني حاجة نحببهم في ربنا. تالت حاجة نصلح عقيدتهم. شوف الشبهات اللي عندهم نردها ونصلح عقيدتهم. في الربع ده عندنا الخوف والمحبة. لكن اصلاح العقيدة هناخدها في الربع الجاي ان شاء الله الربع التاني. طب معلمهم الخوف ازاي؟ هنقول لهم استحضروا تلات حاجات. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. طيب عاوزين نخوفهم بقى عشان يعبدوا ربنا. فهنقول لهم أدلة البعث والنشور الثلاثة. أعظم دليل على البعث والنشور إن ربنا خلقك أول مرة. كما بدأنا أول خلق نعيده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. واللي خلقكم يعيدكم تاني. واحد كافر راح على مقبرة فتحها لا عظم جاب العظم. واحد ميت مدفون بقاله سنة. فالعظم بتاعه طري كده. فجاب العظم ده وراح للنبي فرق العظم قدامه وقال له أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا في خلق جديد. وراح ماسك العظم ده حدف في وش النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيحكي عن الراجل ده بيقول إيه؟ وضرب لنا مثلا اللي هو العظم اللي ده بايظ ده ونسي خلقه. طب مش احنا خلقناك؟ إيه اللي خلقك مرة عيدك تاني؟ فكل من أنكر البعث والنشور نسى أن الله الذي خلقه أول مرة يعيده. يبقى أول حاجة من إنسان بيخاف منه دايما نذكره أن ربنا خلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن خلقكم مرة ترجعوا تاني. فربنا خلقكم لكي تتقوا. تاني معنى بيخوف الإنسان من ربنا خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى في الآيات بتاعتنا الذي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. ربنا فرش لكم الأرض وخلاها ممهدة والسماء بناء وجعل السماء بناء ضخم مهول ما على غير أعمدة. اللي جعل الارض فراشا والسماء بناء يستطيع ان يخلق الانسان اللي هو اقل بكتير جدا منه. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس.
التالتة يا اخوانا انبات النبات. دايما القرآن يبين كذلك الخروج كذلك تخرجون. ربنا يحكي عن النبات ويقول انتوا هتنبتوا كده. قال الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إخراج من الثمرات دي دليل على البعث والنشور. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مش بعد ما الثمار تطلع تقولوا لا احنا هنودوا الآلهة، ده ربنا هو اللي خلقها. دول ثلاث حاجات بيخوفوا ربنا، بيخوفوا اللي هو أدلة البعث والنشور الثلاثة. الرابعة بقى مشهد العذاب. فربنا بيقول ايه؟ وأنتم تعلمون ها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ها فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لو أنتم في ريب في القرآن ده ادعوا شهداءكم، هاتوا الجن والشياطين والشعراء والعلماء والأغنياء والفقهاء، هات اللي أنت عاوزه. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم. هنا تحداهم بصورة واحدة، وفي آية تانية فأتوا بعشر صور مفتريات، وفي آية تانية فأتوا بآية. فهنا فأتوا بصورة من مثله، الصورة دي ثلاث آيات، إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار وقودها الناس كل ما يلقى فيها حد تزداد، والحجارة كل ما يلقى فيها آلهة ويلقى فيها الشمس والقمر تزداد. طيب كده خلصنا الخوف وخلصنا المحبة. الخوف ان النار دي شديدة وكل ما الناس جلودهم تتحرق ويتبدل جلودهم النار تزداد اشتعال، فالنار وقودها شغمة وفيها الناس نفسها. طيب فضل لنا بقى المحبة. المحبة دي ربنا بيطلعنا على مصرنا في الآخرة، بيقول ايه بقى؟ ها وبشر الذين امنوا ها وعملوا الصالحات. اللي آمن وعمل الصالحات، اتعلم وعمل، لازم الاتنين مع بعض، علم وعمل. ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ان لهم جنات، جنات كل القرآن جنات ما عدا ثلاث مواضع فيها جنات. ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، وهم قاعدين في القصور بتاعتهم الانهار عماله تجري قدام عيونهم تحت القصور. مع العلم ان انهار الجنه مش اخاديد، مش زي نهر النيل محفور، لا، انهار الجنه قباب من اللؤلؤ فوق الارض والميه تجري فيها. المهم تجري من تحتها، كلما رزقوا من ثمرات، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، كل ما يجيلهم تفاح برتقان اي من ثمار الجنه، اهل الجنه ما يشوفوها من بعيد يقولوا ايه؟ قالوا هذا الذي، ده اللي جالنا قبل كده. الملائكه تقول لا، التفاح ده زي تفاح الدنيا في الشكل بس، وأوتوا به متشابها، لكن بعد ما تاكل التفاحة هتتفطق عن 700 طعم. تفاح الدنيا طعم واحد، تفاح الآخرة تفاحة فيها 700 طعم. تفاح الدنيا لو كلت منه كتير تمرض، تفاح الآخرة تاكل زي ما تاكل منه مفيش مرض. تفاح الدنيا غالي فلوس، تفاح الآخرة ببلاش. تفاح الدنيا دايما تلاقي فيه بذور، تفاح الآخرة مفيش بذور. تفاح الدنيا ما تاكل لازم تخش الحمام عشان تخلص من اللي انت اكلته، تفاح الآخرة ما تاكله بيطلع رشح وعطر. طب بعد ما اكلوا ولهم فيها ازواج مطهرة، زوجات مطهرة من الحيض، مطهرة من اي حاجة تضايق الانسان، وهم فيها خالد. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في يوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.
لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.